يسألون هالبيبات ليش وهل اللي يسوون هنا ليش وشو شو سبب هذا. هذا الحين بخبركم أنا المسافة بين كل بيب وبيب 4 تمتار طول وثلاث تمتار عرض دور مدار البيت فوق على ما تشوفون. ها هذا اللي مسوينه مشبك وفوقه هذا شيء بيبات فيه ماء وهير هذا رداد دور مدار البيت كامل شرقه وغربه بس الفلة ما عليها ولا دور مدار منطقة زراعية. هذا الشيء أبوي هذا للي المتابعين اللي داد اللي يسألوني هذا أنا أبوي مسوينه لأجل شو لأجل زراعتي لأجل الزراعة. هذا كل يتلحف وقت الحرارة وقت الصيف من شهر 6 و7 و8 و9 4 شهور كله يتلحف شيتاتك كنها ناك طيات مربط وملحف وكل سنة أبوي يظهرهن ولحفه ألحف الزراعة ويازم مكان هنا أبوي فيه شرات الرطوبة محفوظ عن الشمس حرارة الزراعة تتأثر في الشمس لأني أنا زارع زراعة مش من بيئتنا زرع حنبة ولومي أغلبيته خارجي ما بهمبانة ولا بمنقانة يعني المنقى ما بمنقى بلدي منقى الإمارات لا حاطنا منقى من بلدان ثانية بلدان عديدة يعني فهي الهمبة ما يقهر الحرارة فأنا أسوي له تبريد مثل الرداد هذا الماء ويا البنكات ويا الهواء والبراد والظلة فالحمد لله مهيئ له الجو المناسب فلذلك الحمد لله. مثلا هاي لومية لبنان لومية اسباني شو حجمها كيف شو الحجم ما شاء الله لومية بوي هذا اللي تشوفونها من اروع ما يكون لك بعده تو بادي حين يبلغ شيء بسيط من متى عدت ايام العام متى يبلغ الحين هو وقت التزهير تو بادي يزهر على ثمرته متى يبلغ هذا يبلغ الله يسلمكم يوم يزهر مرة ثانية يوم يدور عليه حول قاط وقطعوا منه وكله وطعبه الصاحب والصديج والأخ والأخت وعندك ها شو هالسنطرة ما شاء الله ها تو عد بعده تو بادي بشر في الدنيا كلها ونحن تو بادي بعده تو بيسويها ولا هذا البرتقال زاهد من زمان ما شاء الله تبارك الرحمن سب شو العناية بلي عناية لا يليج في عقلك انك انت بتصف تكار بلي عناية لا يليج في عقلك انك بتصف تكار ابدا في كل شيء من بغى شيء ترى ودر شيء قايل لكم من سنين دلنا من الشير كان مزقدات فقارة من قبل وسري لهن حطيبات وزغدات تنهن الحين لا السعنا عليهن على فوق هاي شوف كم مكان كانت مربطات الهنبيبات وحدايد من أول ما زرعناهن لين سارن فوق الحين فقارة ابتدني نظرن يظهرن ورق جديد يا غير نضيج عليهن المكان اللي نحن مربطينهن فيه وحينها سوينا لهم بويشارات الميزانية المهم تكون سيدة للشيرة أهم شيء تكون سيدة سويناها 3 ركايز هذا واحد وهناك واحد وهذا ويا البيب حي واحد فتازم ميزانية أيوه شوف أي رقم واحد بارك الله فيك شكرا يا راشد أيوه ها. تازم بها النمو لين تصير ويشتد عودها أن يا غربين يا شرجين يا حما بيبات شرق ولا غرب ولا هويات يكون الشيرة ما تتأثر ترى صغيرة شرات الياهل ها شرات القاعدة ما براصين على اللم ما براصين عليها بأمكانها ها تصول وتيول في هالحلقة يا غير سيدة الأول فقيرة مزغودة زغاد لا تروم تتنصخ ولا شياته الحين سيري على الله البركة.